السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكري. إن شاء الله بهذا الفيديو ننقل مداخلة رائعة جدا نقول بطرحها بأسلوب الحوار من هذا الذي يقول أنا لا ديني، حوار نافع ينفع الإسلام، ينفع المسلمين، يدفع الدفاع، يدفع عفوا الشبهات يطرح هذا الشخص الذي يقول أنا من خلفية شيعية تركت الدين وأصبحت شخص لا ديني، حتى يكون عندنا إنصاف. هذا الشخص قال أنا تركت التشيع، ماكو إثباتات، أو قال أنا من خلفية شيعية وأنا من العراق، أعتقد قال من قبيلة عراقية وعشيرة، ماكو إثبات، لكن نلتزم بقوله، ما بترنا الكلام وقلنا هذا الشخص من خلفية سنية وترك، لا لا، قال شيعي من خلفية شيعية، إذن أوكي. إذن لنستمع إن شاء الله لتمام كلام الحاج وعد الإمام وإجاباته المنطقية والعقلية، ولنا تعقيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. عقلاني عقلاني لحظة بعاشة، خليه يردون عليك. عقلاني، هل أنت سني؟ عقلاني أنت سني؟ نعم، مساء النور. لحظة لحظة، عقلاني أنت سني؟ لا للأسف لست سني. لا أنت شنو؟ كنت سابقا من خلفية إسلامية شيعية، وتقريبا اتجهت إلى المنطقية العقلانية بمعنى لا ديني، اصبحت لا ديني. انت لا شدك يا ابن، احنا برنامجنا ديني، ايش عندك يا ابن؟ طيب وين المشكله اذا طرحت يعني شبهاتي؟ لا انت الان عندك لا ديني، زين، انت بس بحكم انك لا ديني، انت مع الثوره الحسينيه كتاريخ تقراها؟ اكيد اكيد أكيد أكيد أكيد، بغض النظر عن خلافي، بس عشان تكون على إذا أنت عقلاني، إذا أنت أسكت يا رجل، أسكت، صار لك ساعة تتكلم، أسكت، عطنا مجال لك ساعة تتكلم، وإحنا ساكتين. إذا أنت عقلاني منطقي يا أستاذ وعد، انتفض علي يا رجل. يا أبو عائشة، انتظر الرجل أبو عائشة، خلي الرجل يتكلم. يا أخي لك ساعة وأنت تتحدث، ما قطعناك، محتفين انفسنا وواضعين كتم على انفسنا. استاذ وعد، للامانه انا شخص من عشيره محمداوي بيضاني معروف شيعي. طبعا خلافي ليس، بس لهجتك مو عراقي، لهجتك. نعم نعم، صحيح صحيح صحيح، لهجتي ليست 100% عراقي، صحيح، وهذا ما تاثرت انا في البرنامج طبعا التواصل الاجتماعي لي سنوات طويله كثير. استاذ وعد، انا خلافي ليس مع تقريبا اللي حصل ما بين الصحابه والقتال، او مين الاخطا ومين الاصاب. طبعا كتاريخ أهل البيت عليهم السلام، ظلموا جدا، ظلموا، ومعروف يعني ما يحتاج أن نشرح ذلك. يعني أما أمام هذا أبو عائشة اللي يحاول قدر المستطاع أن يطعن بمبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، لا شك هذا إنسان من الخوارج ومن النواصب، لا شك ذلك. أما أني أنا عندي إشكالية مع القرآن نفسه بين المتشابه والمحكم، ومع الناسخ والمنسوخ، وهذا اللي خلاني أكون يعني مصدوم. تارة هنا يقول شيء ويأتي بقول يخالف قوله سابقا، ولا أعلم، يعني أنا هنا بمعنى أنه ظليت أنه حاير حاير ما بين اليمين واليسار أيهما. إذا بس أنا عشان أنطيك خلفيتي، إني أنا فقط إذا أردت الحوار أحاور فقط القرآن، أو اعتبرني قرآني، يعني اعتبرني قرآن. فإذا أردت أني أحاور، بس أحاور حتى القصص التاريخية، حتى أفهم. يبدو لي أنك يعني مسافر خارج العراق وظليت ويا المجتمع، وذلك من جراء ما رأيت من المجتمع صرت لا ديني. لا، انا عندي كتب للتاريخ، شو اسمه، للدكتور خزعل الماجدي الباحث في علوم التاريخ والاديان، وللدكتور فراس السواح، اطلعت عليها، وموسوعه تاريخ الاديان فراس السواح،
تكلموا عن علوم الأديان وحضارات. لا لا أنا ما سألتك عن أخونا أخونا مونة حتى أفهم حتى أتفاعل وياك وأعرف مع من أتكلم. يبدو لي بحكم خبرتي أنا ما عندي جزم بحكم الخبرة أنه أنت خرجت إلى أحد الدول وبدأت تعاشر هؤلاء. أنت صح تقول أنت من عشيرة عراقية شيعية ويبدو أنه خرجت وتأثرت ببعض الأمور وببعض الأشياء لذلك اتجهت إلى أنك لا دين الآن. كلامي هذا صحيح لو لا؟ صحيح. بارك الآن أنا فهمتك زين. الآن أنت عندك إشكالات على القرآن صح؟ إشكالات على القرآن أن القرآن فيه تناقض في كذا في كذا في كذا صح؟ نعم بالحقيقة هذا ما قاله علي بن أبي طالب عليه السلام لما قال أنه لما أراد أن يخرج ابن عباس يحاجج به الخوارج وقال له يا ابن عباس لا تحاجج الخوارج بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه تقول لهم آيتك بآية أخرى تناقض هذه الآية. لا هذا هذا الكلام مو هذا معنى هذا ما أدري إذا يريدون يدخلون الأخوة. هذا الكلام معنى أنا فهمك أخونا. أولا أنا يظهر لي مثل ما أنا عرفتك الآن أنه أنت خارج العراق يظهر لي أنه داخلك نظيف وهذا ما أقوله حتى استميلك. أنت راح تغلق وهاي طبيعتي بالبرنامج أنه دائما أغلق على المحبة سواء الأخ وافق أو ما وافق لكن يبدو أنه طبيعتك طبيعة نظيفة داخلك نظيف والله يستر عليك والله يهدينا ويهدي. شوف الآن أي نص أي نص أي نص لما يتلى علينا في جامعة من الجامعات وأنا درست في بريطانيا هذا النص هو نص واحد يعني مثلا درسنا بالإيكونوم الاقتصاد يقرأ علينا الأستاذ نص أو إحنا نقرأه على الطلاب نصا. سؤالي هل الطلاب يفهمون النص الواحد بأفهام مختلفة أو لا؟ يعني إذا كان هو مبين ليش يختلفوا فيه؟ لا مبين إذا كان أنا أقول لك معادلة رياضية لحظة معادلة رياضية لا تقبل الخطأ أبدا. معادلة رياضية أنا درسنا بالهندسة معادلة رياضية والمدرس يشرح لنا هذه المعادلة وطرق حل المعادلة لما يخرجون الطلاب من الصف كلهم فهموا الطريقة بفهم المعادلة بوجه واحد ولا بعدة وجوه؟ مختلف. أحسن مختلف. هل العلة في أصل النص ولا في المتلقي؟ لا في المتلقي. تريد أنه تفهمني أنه في المتلقي. طيب لا هذا طبيعي ليش دائما انه يعني دائما نقول انه المتلقي هو مخطئ وهو الذي اخطا؟ لا انا ما اقول انا بعدني ما قلت مخطئ. لا لا اخي انا الان ما قلت مخطئ. انا قلت انه الناس يفهم استخدمت كلمه يفهم تلادي يفهم الناس بافهام مختلفه. هذه الافهام المختلفه المركوزه في ذهن الانسان تبنى على أي أساس على أي قواعد؟ الجواب ماذا تريد الجواب أو أنا أجاوب على راحتك؟ لما الجواب هذه المركوزات الذهنية التي تنبني على ما استمع إليه الإنسان تبنى على عدة أمور منها الهيستوري خلفية الإنسان منها البيئة بيئة الإنسان منها الحالة المؤثرة منها 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 جملة من القواعد. هذه القواعد تأتي إلى الناس فيكون هنالك مزج لمفاهيم معينة تولد فكرة عند المتلقي فيبني هذا النص على أساس فهمي. والدليل على قولي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر لما أريد أسمع أنا بالقرآن الكريم يقول أولي الأمر لازم شنو؟ لازم أعرف الأمر ما هو
برنامجنا تفكيك العبارات، أعرف الأمر ما هو، ثم أعرف ولي الأمر يعني ماسك الأمر المتحكم بالأمر المفهم للأمر. فأجي هنا أقول ما هو الأمر، يجي واحد يقول لي الأمر هو الكرسي. طب الكرسي يترتب عليه دين ودنيا، يجي واحد يقول يترتب عليه حكم الدنيوي، واحد يقول يترتب عليه الحكم الأخروي، واحد يقول لا يترتب عليه الأخروي والدنيوي، و هذه المفاهيم التي جاءت نتيجة الإنسان، فهم الإنسان مختلف. القرآن الكريم الآن ربط الموضوع، القرآن الكريم جاء بنصوص معينة، مرة يقول كتاب أحكمت آياته، ومرة يقول محكم ومتشابه، ومرة يقول متشابه. طب وين الصحيح؟ لما تيجي تفسر هنا، أنا هنا عندي إشكالية. صحيح، أنا أعرف عندك إشكالية. شوف إحنا مو برنامجنا هذا، أنا أنت تابعنا وأنت أخ عزيز، مستقبلا إحنا مخططين أن نأسس مؤسسة ثقافية راح نخاطب الناس بهذه اللغة اللي أنا خاطبتك بها وبي وفي أفهم مني ومني من قبل سيد والشيخ وغيره وغيره والشيخ مصطفى، راح نخاطبكم أنتم جنابكم الكريم وغيركم بلغة حديثة، بلغة تصل إلى القلوب، بلغة ما فيها تشنج. شوف الآن أول ما قلت لك أنه متشابه ومحكم، أحكمت آياته والذين يتبعون ويبتغون في منهم محكم ومتشابه، بس أتذكر الآية عليك الكتاب منه آيات محكمات ومتشابهات أحسن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء فلما نشرح مرة يقول وآية أخرى يقول القرآن متشابه، فشو كتاب أحكمت آياته مفصلة. أجينا من بعد إذنك أنا من وأنا أبو كريم يا ريت. أي تفضل شيخنا الكريم. أستاذنا الكريم الله يبارك فيك، أنت حضرتك هل تعتقد بضرورة وجود القانون أم لا؟ بحدود. ها؟ بحدود يا أقول لك. بحدود. نعم. القانون الآن إحنا الآن أنا وأنت، أنت تعيش في بلد وأنا أعيش في بلد، هل نحتاج إلى قانون أم لا؟ يعني أنت قاعد تكلمني عن القانون المدني اللي يحكمنا، صح؟ هذا القانون الموجود عندنا الآن، هذا القضاء والمحاكم والشرطة وإلى آخره. نعم محتاجين لهذا القانون. نعم. ما هي درجة الحاجة لهذا القانون؟ لكي يحفظ درجة مو لماذا، درجة الحاجة، هل هي حاجة ضرورية لا يمكن التنازل عنها؟ طبعا. طيب، هل يختلف القضاة في فهم القانون أم لا؟ ما هي المشكلة هنا يترتب. أجبني حتى أوصلك للفكرة. قانون مدني. لا بس اسمعني يا صديقي، ما هي مو كل شيء أجيبك بها مرة فجأة. أنا سؤالي مو صعب. القضاء بما يحكمون يا صديقي يا عزيزي، أعطي مجال لو سمحت. الآن القانون القضاة بما يحكمون بكتاب الله وسنة أم قانون يحدث الذين أحدثوا يا صديقي؟ لا بأس أنا ما مختلف بين نفسك ولا هنالك مداخلة ما بيني وبينك. أعطيني مجال. أنت لما جعلت المداخلة ما بيني وبينك فدع المداخلة ما بيني وبينك شوي نأخذ ننظر. ممكن مداخلة بسيطة بس. لا بأس، بس خلينا نكمل الفكرة الله يرضى عليك. هذا القانون أنت تعيش الآن في العراق وأنا أعيش في العراق، أكو قانون يحكمنا قررت المحكمة قرر البرلمان وهذا القانون يحكمني ويحكمك، صح ولا غلط؟ صحيح. طيب هذا القانون هل يختلف في تطبيقه القضاة أم لا يختلفون؟ في اختلاف. طيب ما هي المؤسسة العليا التي عادة توجد لتحسم هذا الاختلاف؟ حجي أسد كامرتك. أدري بعد صور. يعني مثلا إنجاك شخص على سبيل المثال اللي هو شنو؟ إنه
ازدراء مثلا ازدراء الاديان. لا 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 مو هذا قصدي. انا مجال اعرف فكرتي لو سمحت. يعني ما يصير انت تاخذ مداخلتك وتريد ان تبين وتشرح وتوضح وتسال وما تعطي مجال. اذا كان كلامي يسبب لك ازعاج انا اجلس على جنب لا أبداً أبداً ما يسبب لي ازعاج يا صديقي. بس انا عندي فكره، انا بس خل اكمل فكرتي، انا مو في مقام المناظره معك. يعني انت لديك فكره وانا كذلك وكلنا في دعني اكمل فكرتي يا عزيزي، دعني اكمل فكرتي ثم تفضل، انا فقط اريد اوصل لك فكره لا اكثر ولا اقل. اذا احسن، اذا اكمل كلامك ثم بعد ما تنهي كلامك قل انا اكملت مداخلتي ثم تفضل. يا هل سمعت بمحكمه النقد أو محكمة التمييز؟ مر على مسامعك الكريمة اصطلاح محكمة النقض أو محكمة التمييز؟ صوتي مسموع؟ يا أستاذي صوتك مسموع، اكمل مداخلتك. أنا أستاذي. أنا جاي أسألك يا نور عيني عشان يكمل. ايها المحترم، هل مر على مسامعك؟ انا يا استاذي انت قلت انا بقدم فكرتي، قدم فكرتك عشان ما انا اعتذر من شخصك الكريم اسمعني، وانا دون المستوى في الحوار معك، مستواي اقل من مستواك، فانا اعتذر من عندك وانا اجلس جانبك، اعتذر من عندك. اخونا تسمعني، الامام علي عليه السلام في كتاب، انا انصحك تقرا كتاب تأويل الآيات القرآنية المتشابهة للإمام علي في كتاب الاحتجاج، لما يأتي عليه الزنادقة الذين يقولون في قضية إن القرآن متناقض ويأتون به آيات رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المشارق، يقول لنا كيف إنه هو هذا، فالإمام يجيب، ولكن في جزء من هذا الكلام أنا حقرأ لك الملخص مالته. الإمام شو يقول ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه، قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسما هذا القسم لا يعرفه إلا الله وأمنائه والراسخون في العلم، وإنما فعل الله ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاه الله أمرهم، فاستكبروا عن طاعته تعزرا وافتراء على الله عز وجل واغترارا بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله عز وجل ورسوله. فأما ما علمه الجاهل والعالم فمن فضل رسول الله في كتاب الله فهو قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، هاي كل واحد يفهمه، وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله صلوا عليه والباطن قوله وسلموا تسليما، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم وما عهد به إليه تسليما، وهذا مما أخبرتك إنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفى ذهنه وصح تمييزه، وكذلك قوله سلام على آل ياسين لأن الله سمى به النبي صلى الله عليه وآله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، لعلمه بأنهم يسقطون قول الله تعالى سلام على آل محمد كما أسقطوا غيره، وما زال رسول الله يتألفهم ويقربهم ويجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذن الله عز وجل في إبعادهم بقولهم وهجرهم هجرا جميلا، وبقوله ما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وكذلك قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم ولم يسمي بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم إلى آخر الكلام. فالإمام يبين أن هذا الكلام أكو جزء من كلام الله تعالى لا يعلمه إلا الراسخون في العلم اللي هم أهل الذكر في القرآن الكريم، لهذا الله تعالى سمى الذكر أهل الذكر، للذكر هو القرآن والنبي محمد أيضا هو ذكرا، فأهل الذكر يعني أهل القرآن وأهل محمد، فإن اختلفتم في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول، والنبي رد إلى الله وإلى العترة، فهمت أخونا؟ فأنت فهمك للقرآن
مو معنى انك هذا، ارجع الى تفاسير البيت في فهم القران. تفضل. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، فقط يعني لمسائل فنية بحتة ولظروف قاهرة تم نقل المقطع بشكل صوتي. اذا لاحظنا ان الحاج وعد الامي يبين ان الفهم خطأ، الفهم او فهمك لكلام الاستاذ مثلا بالمثال اللي بينه الحاج وعد، هذا هو الخلل هنا وليس الخلل بالاستاذ نفسه او بالمادة نفسه، فيبين له الحاج وعد الامي هذا الكلام. اذا من ضمن الامور التي يقول بها إن القرآن وقع به خطأ وصار خطأ وكذا وكذا وكذا، فنقول بهذه النقطة إنه هذا المثال يندرج بالمثال السابق اللي بين الحاج وعد الامي، أنت فهمك القرآن خطأ والأفهام تعددت في الخلل بالأفهام وليس الخلل بالقرآن الكريم. عندي ملاحظة، إحدى الأخوات اللي أنا ما أشكك بنيتها كانت مداخلتها صراحة، يعني ما أنا نقلت لها مداخلة وأتشرف بنقل مداخلاتها، وهذه الأخت التي قالت والله سننجب الرجال ليتشيع وينشر التشيع، والله هذه مداخلة رائعة، لكن تداخلت مع الأخ وكانت جدا 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 طريقة أسلوبها غير مناسبة، كانت منفرة. إحنا ما استفق هذا 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 شيء خطأ بالنسبة لي، هذا شيء لا يجوز. إنه هذا أولاً برنامج الحاج وعد الامي بإدارة الحاج وعد الامي هو الذي يقرر هذا الشيء، يفيد البرنامج، يفيد الإسلام، يفيد المسلمين، يفيد الشيعة، هو اللي يقرر. أما أنت تدخلين يعني تتجاوزين عليه بالصراخ، هذا اسلوب خطأ، وهذا ايضا من انصافي اتكلم، لا اوافق الاخت على هذه الطريقة التي تكلمت بها مع الاخ، واللي يرد راجح يلقاها بالبث المباشر، واللي انا قطعتها متعمدا من هذه المداخلة. تقبلوا تحياتي بختام الفيديو، انتظرونا ان شاء الله بفيديوهات قادمة، الى ذلك الحين انتظرونا خدمكم ومحدثكم الوفي، امان الله.